مرحبا يا أحلى ناس، أهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض عيش السرايا بالسميد بطريقة كتير سهلة وسريعة واقتصادية. أنصحكم تجربوها، رح تحبوها كتير. وأكيد في البداية بتمنى تعملوا لايك للفيديو وأكيد تشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد أنا بقدمه. رح نحتاج لكوب ونص من السميد الوسط، كوب من السكر واثنين كوب من المي السخنة. رح نحتاج لماء زهر، لتر من الحليب كامل الدسم، 6 معالق كبار من نشا الذرة، 6 معالق من السكر وكمان قشطة للتزيين. أول خطوة رح نعملها رح نكرمل السكر بطنجرة على النار، نار جدا منخفضة. حطيت كوب من السكر ورح أتركه لحتى يبلش يدوب. أول ما يبلش عندي السكر يدوب رح أبدأ بتحريكه لحتى نتأكد إنه عندي السكر تماما دب. هاي الخطوة رح تاخد تقريبا معنا 5 دقايق. رح نستمر بهاي الطريقة لحتى كل السكر عندي يدوب ولحتى يوصل لهذا القوام. أول ما يوصل لهذا القوام وأتأكد إنه داب رح أضيف المي السخنة. بعد إضافة المي السخنة رح تتشكل عنا مثل هالطبقة، طبقة سكر. رح نستمر بتحريكها لحتى ترجع تدوب ونحصل على هذا القوام. بعد مباشرة ما يدوب عنا السكر رح نضيف السميد تدريجيا ونحركه كتير منيح، وكتير مهم تكون عنا درجة حرارة النار متوسطة. رح نستمر بالتحريك لحتى عندي القوام يجمد ويصير متماسك. بآخر مرحلة رح نضيف 2 معالق من ماء الزهر. رح أحركهم شوي مع خليط السميد وبهيك بيكون عنا الطبقة الأولى صارت جاهزة. مباشرة وأول ما نخلص طبقة السميد رح نقلها على قالب مدهون بزيت. رح أرتبها بالقالب بشكل متساوي ورح أتركها وهي سخنة، ورح أنتقل لتحضير الخطوة الثانية. مهم تكون عندنا خطواتنا سريعة لأنه بنحتاج طبقة السميد تكون عندنا سخنة قبل ما نضيف عليها الطبقة الثانية. بالنسبة للطبقة الثانية جبت طنجرة وغسلتها بمي بارد لحتى ما تلزق عندي المهلبية. ضفت الحليب السائل، ممكن تستبدلوه بمي وحليب بودرة إذا مو متوفر، وضفت عليه النشا 6 معالق كبار و6 معالق كبار من السكر. رح أحركهم على البارد كتير منيح وبعد هيك رح أنقلهم على النار على درجة حرارة متوسطة. وأكيد رح نستمر بالتحريك، ما رح نتركه أبدا لحتى ما يكتل عندي الخليط. بعد ما يتقل عندي القوام ويصير بهذا الشكل رح نضيف بالنهاية 2 معالق كبار من ماء الزهر. هيك بكون عندي الخليط الثاني صار جاهز. رح أضيفه على القالب وهو سخن ورح أتركه برا لحتى يبرد بدرجة حرارة الغرفة، وبعد هيك رح أدخله على الثلاجة لمدة 4 ساعات. بعد 4 ساعات رح أحط علبة قشطة بصحن ورح أضيف عليها 2 معالق كبيرة من ماء الزهر. رح أحركها كتير منيح وبعد هيك رح أضيفها على الوجه. رح أرتبها بهذا الشكل وبالنهاية رح أزينها بالفستق الحلبي والورد المجفف. بالنسبة للتزيين صبايا فيكم تزينوا بأي شيء بتحبوه، بس هو أطيب شيء بيطلع معها الفستق الحلبي. ممكن تضيفوا جوز هند حسب رغبتكم، وممكن كمان تقدموها مع القطر طبعاً لو بتحبوها حلوة زيادة. هيك وصفتنا لليوم بتكون خلصت. 100 صحة وهنا على قلوبكم يا رب. بتمنى تكون عجبتكم وأكيد ما تنسوا اللايك للفيديو واشتراك بالقناة. بتنوروني.